أن يفقد شخص وظيفته أمر وارد، ولكن أن يفقد هو وشقيقه وابن عمته وجارته وظائفهم ثم يبحثون عن عمل فلا يجدون، بل وتختفي الإعلانات عن وظائف شاغرة، فهذا أحد المؤشرات إلى أن ركوداً اقتصادياً أصاب البلد. وهذا ما يهدد أمريكا حالياً ويطغى على قضاياها الداخلية ويفرض نفسه بشدة ليناقش بين مرشحي الرئاسة للانتخابات القادمة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. فما هو الركود الاقتصادي؟ وما هي مخاطره وأسبابه؟ يعرف المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة الركود بأنه الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي والذي يستمر لأكثر من بضعة أشهر، ومن آثاره انخفاض مستويات الإنتاج والتوظيف والدخل. ما الذي يحدث في أمريكا الآن؟ صدر في 2 أغسطس 2024 تقرير الوظائف الأمريكي، والذي أظهر أن معدل البطالة قفز من 4.1% إلى 4.3% في شهر يوليو الماضي، وهي أعلى مستويات بطالة تشهدها أمريكا منذ 3 سنوات. وحتى لا نوجع رؤوسكم بالمصطلحات الاقتصادية، سنقفز إلى النتيجة. أثبت التاريخ أن ارتفاع معدلات البطالة إضافة لعوامل أخرى ما هي إلا بداية لوقوع الركود الاقتصادي. لذلك انعكس هذا على أسواق البورصة الأمريكية ثم العالمية، فانطلقت عمليات بيع الأسهم الجنونية، وكأن لسان حال الشركات والمستثمرين يقول قم ببيع الأسهم واهرب قبل الركود حتى لا تصاب بالإفلاس، لأن هذه الشركات تبيع سلعا وخدمات لن تعتمد على زبون عاطل بلا دخل. طيب، كيف انعكس هذا على السباق الرئاسي؟ خسارة أسواق الأسهم تجاوزت 500 مليار دولار، وهي الأسوأ منذ عام 2022، وهي اختبار كبير واجهته كامالا هاريس تحديداً بعد شهر عسل قصير احتفالاً بترشحها، لأنها كنائب للرئيس تعتبر جزءاً من الحكومة المسؤولة عن السياسات الاقتصادية التي أوصلت الأمور إلى هنا. اختبار لم يفوت غريمها ترامب التهكم عليه، إذ قال في أحد منشوراته على موقع تروث سوشيال: أسواق الأسهم تنهار، لقد أخبرتكم بذلك. كامالا ليس لديها أي فكرة، وألقى اللوم على هاريس في تواصل عمليات البيع. هذا يعني أن الاقتصاد دخل على خط التنافس السياسي كعامل قوي سيحدد الفائز، ولا يقل عن عامل الحرب الدائرة حالياً في غزة التي من المتوقع أن تمتد في منطقة الشرق الأوسط. وذكر تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي أنه لا شك في أن كارثتي الركود والحرب المؤثرتين في مصير المرشحين في الانتخابات لا مفر منهما. الركود والحرب قد يعرضان الحملة الانتخابية المزدهرة لنائبة الرئيس هاريس للخطر في لحظة حرجة. وأخيراً، لا بد من ذكر أن عدم الوضوح في نتيجة الانتخابات ومن سيفوز فيها يعني أن الركود سيسوء، فكل أصحاب المصالح ينتظرون الفائز ليعرفوا مثلاً كم سيفرض الطرف الفائز من ضرائب، ما هي سياساته الاقتصادية، حتى يقرروا كيف ومتى وبكم يستثمرون أو أن يهربوا.